مع حلول فصل الربيع تظهر مشاكل صحية عديدة لدى مجموعة من الناس الذين يعانون من حساسية على مستوى الجهاز التنفسي والأنف، والتي يمكن أن تتطور إلى مرض السل الذي يعاني منه أزيد من 47 ألف شخص بالمغرب. الحساسية الموسمية لفصل الربيع تتسبب فيها بعض النباتات بالإضافة إلى الرياح الموسمية الناقلة لحبوب اللقاح. الحساسية الموسمية كتكون عندي خصوصا فصل الشتاء وفصل الربيع اللي كتزيد الحده ديالها، كيكون عندي واحد الضيق في الصدر ديالي ونيفي كيبدا يسيل. فانا قبل ما يتزادوا عليا هاد الاعراض هادو كنجي عند الاستاذ العبداللهوي باش يمكن ليه يعطيني واحد الدواء اللي يمكن ليا نواجه به هاد الاعراض هادي. فصل الربيع عادة يمتاز بجمالية طبيعية خاصة، إلا أن البعض يعاني خلاله من حساسية الموسم، فسبل الحماية تتعدد كالابتعاد من بعض أنواع النباتات التي تسبب ذلك للشخص، بالإضافة إلى ضرورة التشخيص لوقاية أفضل. حسب النوع ديال الحساسية، كاين اللي تيبان في الأول ديال الشهر ديال فيفريي وكيتزاد حتى شهر مارس، وكاين اللي كيتكون مؤخر سال شهر ماي وجوان. وكاين الناس ما تعرفوش راسهم تيجيو تيقول لك يعني انا ما كان عندي والو، مشيت للغابه وجيت ومرضت. الوقاية خير من العلاج، إلا أن هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاوزوا مرحلة الوقاية، لكن هناك علاج دوائي منتظم يحمي الوقوع في الأزمات التنفسية من أجل السماح لأنفسهم بالاستمتاع بهذا الفصل الاستثنائي.